طلعنا من يم الحمرة. ايش قد صار لكم هين بالمخيم؟ صار لنا 6 سنين. هذا المخيم ناس 6 سنين. طيب حد يجيب لكم شيء يقدم لكم شيء؟ والله ما حد قدم لنا شيء. شنو اكثر شيء يعني هين لازمكم؟ اكثر شيء الميه. الميه معنا. منين تو شفنا تجيبين منين كنت تجيبين؟ شفت يجي كيلو متر شايل سطل المي على راسي. الخيام. الخيام تساعدكم يعني بالشوك. لا تشتغل فوقك. الخيام. لا خيام لا مي ولا شيء. ليش هين تشترونها مشتري يعني المي؟ مشترى ما صار لنا يعني ما حد يعمل لا مشترى ولا بلاش يعني دحج هالعيلة كلها يا الله يصلنا سطلين ما يبنها. رئيس المجلس المحلي في مجلس ناحية الحمراء في ريف حماة الشرقي. ممكن تحكي لنا شوي عن المخيمات أعدادها ومعاناة النازحين؟ أعداد المخيمات تبلغ النازحين يبلغ عدد النازحين في مخيمات ريف حماة الشرقي والنازحين في القرى أكثر من 35 ألف نسمة. نزحت معظم هذه المخيمات والنازحين من مناطق في ريف حماة الشرقي مثل الحمرة ومنطقة صوران ومنطقة السعن والخبورة، بالإضافة إلى نازحين عقيربات. تعاني هذه المخيمات منذ أكثر من 6 سنوات من نسيان أو شبه نسيان تهميش من المنظمات الإنسانية، حيث أنها تعاني من نقص حاد في المواد الأساسية والغذائية بالإضافة إلى الخيام والسكن.